السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد العصير اللي كيجي اكثر من رائع البنات، الجديد الجديد اللي ذاقوا عندكم ما غاديش يعرف شنو كاين فيه. هذا العصير اللي عندنا فيه المكونات اللي عندنا فيه، عندنا جزر نخيزو نسلقناه في الماء، سلقناه يكون مزيان البنات، خلوه يتسلق حتى يطيب مزيان، وخلوه فيه واحد شويه ديال الماء ديالو، واحد كميه تقريبا قياس كاس صغير ديال الماء خلوها فيه فاش طاب. وهنا عندي جوج بطاطات متوسطين مسلوقين حتى هما، قطعتهم هكا وسلقتهم في الماء، وعندي جوج بنانات يكونوا طايبين البنات، وعندي هنا واحد الفاني، وعندي هنايا جوج فرماجات مثلثين ولا مربعين اللي حبيتو، وعندي واحد دانون ديال الفاني. من الافضل البنات ديروا الياغورت ديال الخوخ، انا ما توفرش عندي ودرت غير ديال الفاني، ديال الخوخ كيجي رائع في هذا العصير. وهنا عندي الحليب، هنا الكميه ديال الحليب على حساب شحال عندك ديال الجزر، شحال عندك ديال البطاطا، على حساب اش بغيتي يكون عاقد ولا يكون ما عاقدش. المهم البنات تبعوا معايا الطريقه، غادي ناخذوا ان شاء الله. صافي البنات، هنا غادي ناخذوا الخلاط الكهربائي ديالنا وغادي نكبوا فيه الجزر، خلينا فيه شويه الماء. من الافضل البنات الجزر تسدوا داك اللي يكون صغير، اللي كيكون الداخل ديال داك العظم ديالو تيكون باقي طري، كيعطينا لذة زوينة في هذا العصير. صافي، ومن بعد غنضيفو البطاطا، صافي، ومن بعد ان شاء الله غادي نضيفو الفاني. وغنضيفو ان شاء الله الموز، وغنضيفو هذوك الفرماجات، جوج فرماجات، صدقوني البنات هذا العصير راه كيجي لذيذ ما تيتعرفيش شنو كاين فيه. كنتمنى تجربوه ويعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو البنات ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو في القناة ديالي باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد، ما تنساوش تدعمونا. دابا غنضيفو دانون ديال الفاني، صافي البنات دابا ان شاء الله وغادي نزيد الحليب. صافي، وغادي نطحن الخليط ان شاء الله ونرجع لكم باش نشوفوا التقديم ديالو. صافي البنات، ها هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا. هنا راه نسيت ما ذكرش لكم سنيده، هنا سنيده على حساب الذوق اللي حبيتو ديروه، جوج معالق حتى ثلاث معالق. صافي البنات شوفوا القوام تاعو كيفاش كيجي، كيجي رائع البنات، كنتمنى نجربوه. صافي البنات، هنايا الى عجبكم الفيديو ما تنساوش البنات تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكنشكركم على الكومونتيرات تاعكم الزوينه اللي كتزيد كتخليني انني نزيد مازال نعطي ما عندي، والى فيديو قادم ان شاء الله.